كشفت مصادر أمريكية عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش، وتساعد هذه الثغرات الإرهابيين على الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من وجود قرار من الأمم المتحدة بتجميد تلك الأرصدة. ووفقا لوثائق جديدة، فقد تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات مجلس الأمن من الوصول إلى أموالهم، ومن بينهم القطري خليفة السباعي أحد ممولي قادة تنظيم القاعدة البارزين، وعلى رأسهم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية ماثيو برودسكي. سيد برودسكي، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. بداية، ما الفائدة من وجود قوائم سوداء يدرج عليها أشخاص وهيئات على اعتبار أنهم يمولون أو يدعمون التنظيمات الإرهابية، إذا كان بالإمكان الالتفاف والتحايل واستغلال ثغرات موجودة في مثل هذه الآليات؟ في البداية هو وضع في لائحة الأمم المتحدة، ولكن أيضا في لائحة وزارة المالية للإرهابيين في 2009، وهو وجد مذنبا في المحكمة البحرينية على مستوى تمويل الإرهاب وتيسير العمليات الإرهابية. الأمم المتحدة بطبيعة الحال سيئة في إنفاذ القوانين، والصادم في هذه القصة هو أنه كان قادرا على الوصول إلى الحسابات، وقبل ذلك تم التأخر في وضعه في لائحة الإرهاب، لأن الأمم المتحدة متورطة مع العديد من الدول الفاسدة، ولذلك هناك إدارة أمريكا التي لديها بعض الحسابات والاعتبارات والمصالح. وبالنسبة لهذه القضية ومن منظور أمريكي، يجب أن يكون هذا ما بين قطر والولايات المتحدة، لأنه نظرنا إلى التدابير التي اتخذت من الإمارات والسعودية لوقف هذا التمويل للإرهاب. وهذا هو الأمر الذي تحدث عنه ترامب عندما زار الرياض في أول زيارة له إلى السعودية بعد ولايته، وأن يحدث هذا في قطر والدوحة من قبل هذا الشخص، فهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون قد حدث دون علم السلطة. طبعا وصول هؤلاء الأشخاص المدرجين على القوائم السوداء إلى حساباتهم المصرفية، ومن بينهم هذه الشخصية القطرية التي أشرنا إليها، هذا بحاجة إلى تعاون من دولهم وتعاون من المصارف في دولهم حيث توجد لهم حسابات مصرفية. إلى أي مدى برأيك هناك أيضا شكوك على مدى التزام بعض هذه الدول ومن بينها قطر ومصارف قطر بأحكام هذه القوائم السوداء؟ من الصعب أن نقول إنه لا علم لهم بذلك، لأن هذه القضايا هي التي جعلت القضية تطفو على السطح في السنتين الأخيرتين، واتهام القطر بدعم الإرهاب. وبطبيعة الحال من السهل إصلاح الأمر، لأنه على قطر أن تقول لن يسمح لهؤلاء بالوصول إلى أي حسابات، وبطبيعة الحال الجيران هذا ما يلومونها عليه. لكن يبدو أن هناك فسادا يمنع من التوصل إلى الحقيقة، لأن الأمر لا يحتاج إلى ذكاء خارق، يعرفون الأموال التي يصل إليها وإلى أين يقدمها. ولذلك هذا الأمر ليس صعب إذا أردنا أن نوقفه وإذا أرادت قطر أن توقفه. ونأمل أن يكون هناك ضغطا على قطر بسبب هذا المقال في وول ستريت جورنال وكذلك ذا هيل وذا ناشونال أيضا. طبعا هناك لوزارة المالية الأمريكية وزارة الخزانة لديها أيضا قوائمها الخاصة بها. إلى أي مدى برأيك يجب أن يكون هناك ضغوط من الولايات المتحدة على الدول وعلى الأفراد والهيئات التي يعتقد أنها تقوم بالتلاعب أو بالتحايل على الآليات الموجودة في قوائم الأمم المتحدة؟
أعتقد أنه يجب أن يحدث ضغط أمريكي ضد هذه الدول والكيانات. ما لدينا الآن هو إدارة لديها أهداف كبرى تجاه الشرق الأوسط وإيران تحديدا، لكن أيضا تجاه الفلسطينيين والإسرائيليين. وأعتقد أن هناك نوع من الحرب القائمة إلى حد ما بين أولئك الذين هم مسؤولون في وزارة الداخل، في وزارة الدفاع، وكذلك مجلس الأمن القومي. حتى الرئيس يراوح بعض مواقفه حول ما إذا كان يريد أن يرى تغيرا في قطر، بما أننا ندعم حلفائنا التقليديين كالإمارات والسعودية، أو أننا نريد أن نرى القضية برمتها يتغافل عنها وأن نواصل علاقتنا مع الجميع. أعتقد أن هذا الموقف طال، وأن هناك بعض الأسباب الوجيهة، مثلا سلوكات قطر المضطربة يجب التعاطي معها من قبل أمريكا، لأنه يجب الحرص على أن يتم تغيير هذه التصرفات. علينا أن نختار ما نريد فعله، وبطبيعة الحال ليس هناك أي شيء قد يقبل أو يبرر بسبب هذه السلوكات. الموقف يجب أن يكون واضحا من واشنطن. شكرا لك ماثيو برودسكي، الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية، كان معنا من واشنطن.